بسم الله الجميل الذي يحب الجمال، خالق هذا الكون البديع كأجمل رسالة حب إلى مخلوقاته. دي حلقة من سلسلة حلقات أحلام نجيب محفوظ، بنحاول فيها نيسر تذوق الجمال الأدبي لآخر إبداعات عظيم الأدب العربي أستاذي الحبيب نجيب محفوظ. النهاردة الحلم رقم 279 يبدأ هكذا: في لحظة سعيدة دعيت للانضمام إلى الفريق القومي للعب الكرة، وفي الوقت نفسه تلقيت دعوة للسفر من أجل الحصول على جائزة، وتحيرت ماذا أفعل، وإذا بجارتي التي لم أكن أعلنت خطوبتي لها بعد تعرض بجرأة السفر بدلا مني. وهكذا بدأنا حياة مثمرة في الجد واللعب. بديع بديع. شوف ال الجمال بتاع حياة مثمرة في الجد واللعب. الحقيقة الحلم ده لازم هيذكرني شخصيا بالموقف اللي كان فيه الأستاذ نجيب محفوظ لما أعلن فوزه بجائزة نوبل سنة 88، وكان الأمر يتطلب أنه يسافر السويد ستوكهولم عشان ياخد الجائزة من الملك، وهو ما كانش عايز يسافر لأسباب كتيرة جدا، أما ظروف الصحية يعني الدنيا هناك ساقعة جدا في الشتاء ديسمبر حفلة، ف بنتينه عرضوا ان هما مستعدين يسافروا يستلموا الجايزة نيابة عنه، فكان سعيد جدا جدا بالحكاية دي، وقالها لنا وهو سعيد قوي، حكاها لنا وهو في منتهى السعادة. وده بيشوف العلاقة هو بقى صغها فنيا ازاي وحولها ازاي. اجمل ما في هذا النص في تصوري، وطبعا النصوص دي زي ما قلت لحضراتكم ممكن تفهموها كل واحد منا يفهمها كما شاء، لكن فيها رسالة انه محفوظ بيعجب جدا بالمرأة لما تبقى عندها جرأة وشجاعة ومبادرة وجدعنة، بتعبير المصري جدعنة يعني تبقى جدعة، فتلاقيه هو في موقف زي ده فتتدخل وتعمل دور اللي يجب انها تعمله. هذه الجرأة والشجاعة محفوظ بيعبر عنها هذه رسالة هذا النص، ولذلك بدأنا حياة مثمرة في الجد واللعب. هو معجب جدا بهذا الجدعنة والشجاعة والجرأة من المرأة والمرأة المصرية، وهذا ما قدر الله لنا أن نقوله، والله أعلم.